بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من حديثك على الهواء. منرحب بالأستاذة تيفاني جعارة مؤسسة جمعية لبنان 2.0 وبكل المشاهدين يلي عم يتابعونا عبر شاشة 17. أهلا وسهلا فيك تيفاني. مرسي كتير، وبدي أشكر كمان المشاهدين يلي اليوم عم بيسمعونا. بدي أشكركم لاهتمامكم بجمعيتنا لبنان 2.0. تيفاني، حضرتك مؤسسة جمعية لبنان 2.0، بدي تحكينا شوي أكتر عن هالجمعية، نشاطات، كيف تأسست هالجمعية ومور ديتيلز عنها. خلقت مبادرة لبنان 2.0 لأنه حسينا أنه ضروري أنه نشجع كل الشباب والصبايا أنه يشاركوا بالمجتمع وكمان بالسياسة. ونحن مجموعة شباب وصبايا، يعني بلشنا أنه نفكر بالموضوع وقت الثورة، ونحن جايين من مناطق مختلفة، من خلفيات ثقافية مختلفة، وكمان قررنا أنه نحن حابين أنه نغير ونطور مجتمعنا اللي عايشين فيه بطريقة حديثة علمية، واللي جمعنا خاصة هو أنه عنا هدف مشترك، أنه بدنا نبني وطن أنه يشبهنا، وطن أنه لبنان المستقبل اللي نحن منفتخر فيه ومنشوف حالنا فيه. ومن هون اجت فكرة لبنان 2.0 الاسم، لانه هي انه مثل ابجريد على لبنان يلي هو حاليا مثل ما نحن بنشوفه وبيشبهنا. كمان بنحب نعرف اكثر شو انجازات هيدي الجمعية. بتعرفي نحن بلشنا اول شيء بإيميشن، ومن وراء كل الأحداث اللي صارت، يعني من الثورة والكورونا والانفجار وكمان قرب موعد الانتخابات، حسينا انه ضروري كمان نكون عم نساعد وعم نعمل عمل اجتماعي وانساني كمان. وقدرنا يوم بعد الانفجار انه نتواصل كمان مع جمعية عالمية يلي هي بتشتغل على مكافحة الجوع، اسمها World Central Kitchen، وقدرنا مع الفولنتير تبعونا ومع كمان غير NGOs وعالم كانوا مهتمين بالأمر، انه نوزع فوق 10,000 وجبة بالنهار لمدة 6 جماع. وكانت كولابوريشن عن جد very successful، وانا هون بدي اشكر كل فولنتير كان معنا بهيدا الميشن. بس نحن ما وقفنا هون، من بعد ما هن الامريكان فلوا نحن كفينا بانذر كامبين اسمها لايت اب بيروت. ومن هون كمان بدي اشكر كل اللبنانيين المغتربين يلي دعموا هيدا الكامبين، وقدرنا من خلالها نوصل ونقدم للعالم يلي خسرت كتير قصص ببيوتها، من برادات لمايكروويفز لكل شيء إلكترونيك آيتمز كانوا عايزين إنه يشتروها بس منهم قادرين يشتروها. فقررنا نحن إنه to focus on this، وكمان to tackle إنه الميدل كلاس يلي خسرت كل شيء وما بقى قادرة تقوم بإنه أشغالها اليومية. لأنه بتعرفي الواحد بس يشوف إنه في his office بيروح وفي بيته بيزبط his office لحتى يشتغل ويطلع مصاري لحتى يزبط بيته. فنحن كن بدنا إياهم هن to focus on the office، ونحن نجرب نساعدهم ببيوتهم. صح، بس بتعرفي كمان نحن يلي كمان انه قررنا انه نوقف هيدا العمل هلا الاجتماعي، بس هو كان كتير مهم لنا، لانه عن جد يعني نحن بس تسمعي حاجات العالم بس تشوفي شو عن جد انه في يعني مطالبات وهيك، بتشوفي انه خلص صار لازم انت تبلشي to fight on another level. ومن هون بلشت الفكره انه خلينا نشتغل على البوليتيكال اند ناشونال ادوكيشن، لانه اليوم منحس انه كل الشباب انه ما خاصه بالسياسه ما بدها تشتغل على البوليتيكال على هيدا الفيلد. يعني اكثر شيء عم تركزوا على الشباب انكم تعلمون قصص بوليتيكال، هن يمكن بعاد شوي عنا. صح، هن كثير بعاد. بنحب نوضح شوي عن البروجرامز تبع هيدا الجمعيه كمان. صح، فنحن من بعد كل هالفترة يلي كنا على الأرض وتوصلنا مع جمعيات عديدة وكمان مع منظمات عالمية جديدة،
قدرنا ننطلق بمشروع جديد يلي هو بيشتغل يلي هو بيرتكز على مشروع أجندة نشاطات عديدة منهم التدريب السياسي يلي هلأ نحن بحاجة لإله كتير. هيدا التدريب هي فت أكاديمية للتدريب على الشؤون السياسية، يعني رح نكون عم نناقش أنظمة سياسية، أفكار سياسية وكتير منهم كمان، وبنفس الوقت منكون عم نشتغل على تطوير المهارات الفردية والقيادية عند الشباب. ليش؟ لأنه اليوم نحن عايزين مجموعة من الشباب تكون إنه جيل جديد يكون هو واعي إنوفيتيف، بده يشتغل للبنان، أكيد باقي بلبنان، وكمان يكون عنده مهارات قيادية لحتى يفوت بحياة السياسية، يشارك بحياة السياسية، وكمان يكون عنده تأثير على تغيير كرمال ياخد محل صح. حدا معين متربع على كراسي صح، وكمان لحتى يغير هيدا النمط التقليدي اللي نحن اللي عم نمر اللي هلا السياسه عم بتمارسه. يعني نحن بدنا نغير هيدا النطاق التقليدي يلي نحن معودين له، وبدنا جيل جديد هو to step and to move forward، هو to represent us eventually. البروغرام رح يتألف من عدة سيشنز. أول سيشن قررتوا أنه تبلش بالليبرالي، بالفكر الليبرالي. بدنا نحب نوضح ليه قررت هالجمعية تبلش بهذا الشيء. أول شيء مثل ما كنت عم خبر، نحن هلأ هدفنا البوليتيكال ناشونال إدوكيشن، وبتعرفي بحياة السياسية عندي كذا أفكار، كذا أنظمة سياسية بالعالم كله، بس نحن حبينا لأنه رح نشتغل على الموضوع بفترة، يعني خلال سنة، بلشنا بـ the first weekend اللي هو رح نكون عم نفسر فيه شو هو الفكر الليبرالي. ليش؟ لأنه لبنان، لأنه أول شيء هي جزء من هوية لبنان، هي تقليد تاريخي لبناني يلي هو ناتج عن سنوات من النضال. فأنه حتى دستورنا نحن اللبناني يلي صاغوا للدستور اللبناني وقتها هني ليحافظوا على هول التقاليد، إمو حطوها يعني ضمن إطار قوانين دستورية لحتى يحافظوا استمرارية هول التقاليد. ونحن اليوم العالم كله عم بتمارس بلبنان الليبرالية بس بلا ما تعرف، يعني نحن عم نحكي اليوم على حرية الرأي السياسي رغم كل شيء عم بيصير، رغم الاغتيالات والخنق، كل هول القصص. نعم. عم نمارس كمان المبادرة الفردية ستارت ابس، وهولي عم نكون كمان عم نمارس كمان الاقتصاد الحر، يعني حرية الرأي، كل هول القصص نحن اليوم عم نمارسها بلا ما نعرف. فبهالطريقة من خلال هيدا الويك أنا رح نكون عم نفسر أكتر تاريخ لبنان، ليش كان عنا هول التقاليد، كيف تطوروا هول التقاليد عنا بلبنان، عم نكون كمان عم نفهم أكتر دستورنا، وكمان بنفس الوقت عم نكون عم نفهم كيف عم تتطبق كمان الليبرالية بالعالم. فمن هون بدي كمان أشكر المنظمة العالمية يلي هي اختصاصها الليبرالية، هي تابعة لحزب ليبرالي بهولندا، وهن رح يبعثوا لنا كوتش اللي هو حيكون عم بيواكبنا كل هالويك اند مع لوكال سبيكر كمان يلي هو اختصاصه بتاريخ لبنان. فمنكون عم نشتغل مش بس على المفهوم الليبرالي بس كمان على مفهوم لبنان، لأنه بدنا نفهم ليه وصلنا اليوم، لوين وصلنا، كيف وصلنا لليوم، شو كان المشاكل وهيك، ولحتى كمان المشاركين يشوفوا كيف عم تتمارس السياسة برا، لأنه نحن بلبنان ما عم نمارس السياسة مثل ما مفروض تكون، يعني بتعرفي برا عم تتمارس بشكل كتير ترانسبيرنت، هون ما يعني ما في حوكمة مزبوطة، ما في أساليب ديمقراطية مزبوطة، فكل هول كل واحد فتح على حسابه ما هو. فنحن بدنا إذا بدك نتشارك التجارب، نناقش الموضوع، وبنفس الوقت المشاركين رح يكون عندهم الأوبرتونيتي إنه يشتغلوا على their skills. رح يكون في sessions كمان عن الديبيتينج، كيف يعملوا debate، كيف يعني كمان الحوار بين الأشخاص صحيح، كيف كمان to gather political ideas يعني،
وبنفس الوقت كمان عم نشتغل، رح نشتغل على الكامبينينج لانه هيدا الشيء اليوم مطلوب، ورح لانه في هلا قرب الانتخابات كمان. سو اي شخص بحب ينضم لهيدي الجمعيه كيف البروسس اللي المفروض تصير؟ البروسس كثير هين، بفوتوا على الويب سايت تبعنا lebanon20.com، دغري في بوب اب بيجي، دي كليك اند دي ريجستر اون ذا فورم. فيكن كمان تابعونا على السوشيال ميديا، عنا انستغرام بيج، فيسبوك بيج، وفيكن كمان تبعثوا لنا ايميلز وهيك، بس الفورم موجوده على الويب سايت وفيكن دغري تحصلوا على الريجستريشن فورم. وبس بدي اقول شغله انه نحن بهمنا كثير انه كل الكانديديتس يكونوا لبنانيه، وتكون يعني اعمارهم تقريبا تتراوح بين ال24 وال25، ويكون عندهم كمان هالكوميتمنت انه يكفوا معنا كمان لكل السنه، ويستفيدوا كمان من هالنتورك لحتى يتعرفوا على العالم اللي بتشبههم كمان بسيشن، ويمكن يعني بتحب تضيف شيء قبل ما نختم حلقتنا؟ اول شيء مرسي اجان لاهتمامكم. بدي اقول انه نحن بعد البروجرام رح نكون عم will be recruiting new people، عايزين كتير volunteers لحتى تكفوا معنا هالمشن الحلوه. ونحن كمان كل شيء عم نعمله يوجلي هو حزب عم بيأمن كل هول القصص، فنحن بدنا نكون لك، بدنا نقول لك كل العالم الاكتيفست، العالم اللي بتحب انه تفهم اكثر كيف عم بتكون الممارسه السياسيه وكمان الوطنيه، انه يتضمنوا لنا وكمان تو ريجستر، لانه هو هي يعني اتس ذا فيرست لوكال ان جي او اللي بتعمل هيك تدريبات، وكمان ما في وبلا ما يكون في حزب ورانا ايفنتشلي. نتشكرك تيفاني. مشاهدينا نحن حنكون بجانب هذه الجمعيه وحنواكب كل مشاريع هذه الجمعيه. ما تنسوا تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر tv17.com. بنلاقيكم بحلقه جديده من حديثك على الهواء. شكرا للمتابعه والى اللقاء.